إيمانا منهم بأن مطالعة الكتب غذاء النفوس وطب العقول وواسطة نقل المعارف والثقافات بين مختلف شعوب الأرض وإحدى أهم وسائل التقدم الحضاري، ولها أثر عظيم في بناء وتنمية شخصية الفرد، وهذا دور لا يستهان به في دعم وتحسين وتطوير المجتمعات في الدول برمتها. تبرع متطوعون في ساحة أحرار بمحافظة كربلاء بخيم للقراءة والتوعية على اعتبار أنها تصنع قادة المستقبل. الغاية معدها استفادة شبابنا الموجودين وتبادل الآراء ويكونون قادة المستقبل. ثمرت هذه الثورة تقريبا نضجت، فتوصيتي إلى جميع أخوتنا وولدنا أن يكونون سلميين. الشباب الواعي في ساحة الاحتجاج رحبوا بالفكرة، مؤكدين أن لها أثر واضح في تنشيط الدماغ والذاكرة. أنا أناشد كل مرة هسه قاعدة بالبيت، لازم تطلع، لازم تدافع عن حقوقها. إحنا طلعنا كل ثورة، لازم الناس يقولون لا راح تنجح هاي الثورة لا راح تفصل، بس إحنا متأكدين الثورة هاي راح تنجح، متأكدين راح نحصل حقوقنا اللي سلبوها من عندنا 16 سنة. تم افتتاح هذه المكتبة، مكتبة أقرأ، لدعم الشباب وتثقيف وتوعية فكرة الشاب المستقبل. ومن ضمن هذه المكتبة تتواجد عدة كتب، ألا وهي التوراة والإنجيل وأبناء العامة، كذلك كتب وتوعية وتثقيف الشباب لهذه المرحلة لدعم المتظاهرين. قديما قالوا من يقرأ أكثر يتقدم ويرتقي أكثر من أولئك الذين لا يولون لهذه الناحية اهتماما، ولعل من هنا جاءت تسمية المجتمعات بالمتقدمة على الرغم من سيطرة التكنولوجيا على جميع جوانب الحياة، لكن يبقى الكتاب خير جليس في كل زمان ومكان.